يسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أهنئ جميع العاملات وعمال إطارات مؤسسة وإطارات مؤسسة إيكوساد، مصالح ولاية سطيف، مديرية البيئة، مديرية الصحة، بلدية متعاقدة مع المؤسسة، وجميع الموظفات والموظفين. إن هذه المبادرة ما هي إلا عينة رمزية خصصت إلى هذه الفئة المتميزة. يعني إحنا التكريمات للفئة من العمال هذه نسموهم إحنا قطاع البيئة مهندسين النظافة، نقول لهم أنا شوية عندي الفتنة، أقرب الناس إليهم هم إحنا مديرية البيئة قطاع البيئة، لأن من زمان وحنا نجهدوا معهم، نرافقوهم، ندافعوا عليهم، نوفروا لهم إمكانيات، ما نحبوش عليهم. إذا عندهم تكريمات خاصة يوميا في قلوبنا في عقولنا. حنا كنا جرة العادة أن نكرموهم في اليوم العالمي للبيئة، اليوم الخاص بنا البيئة، وإضافة إلى ذلك نكرموهم في عدة مناسبات. أنا نقول لهم باللي في القرآن الكريم يقول خادم الناس سيدهم، ثم نعتبركم أسياد الناس، ما نحبوش عليكم، نحارب كل من يحاربكم أو يلوت لنا البيئة، ثم كن قاعد يتنطفوا فيها. إذا تهنئة خاصة لكم، والتكريمات هي متواصلة إن شاء الله، وحنا نوقفوا لكم وقفة إجلال وإكرام واحترام، ورانا رافقوا فيكم، وكل عام وانتم إن شاء الله واقفين. يعني بمناسبة اليوم العالمي للعمال، يعني اخترنا هذا النهار اليوم يوم رمزي، يعني باش نكرموا هذه الفئة من العمالية، نساء ورجال، يعني يستهلوا منا كل تقدير وكل احترام وكل شكر. يعني نظير مجهود يقوموا به وتضحيات يقوموا بها كل يوم، ما يعرفوش الراحة، يعملوا 7 أيام على 7 أيام، 24 ساعة على 24 ساعة، في الوقت اللي احنا في كما يقولوا في العائلة، وكنوا في وسط عائلتنا وفي راحة وفي الهومة، راهم في الميدان يخدموا من أجل المحيط، من أجل حتى الساكنة توجد محيط نقي نظيف. ولهذا نقوم بهذا التكريم، هذا هو رمزي، لأنه التكريم هذا يستهله كل عمال واحد واحد، نساء ورجال. أنا عامل نظافة، عامل نظافة والنقابة والتطهير في بلدية بوقاعة، ونشكر على هذا التكريم الطيب والقيم، ونشكر كل من ساهموا في هذا التكريم، نشكركم على كل حال، وبارك الله فيكم وربي يجزيكم إن شاء الله بكل خير. أنا عامل نظافة في بلدية مزلوق، نشكرهم على كل حال على المبادرة هذه مليحة، وسجعونا إن شاء الله باه نزيدوا في النشاط تاع العمل تاعنا، ونشكرهم على كل حال، ونشكر المدير تاع شركة تاع ليكوساد، نشكر البلدية اللي معاونتنا على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله. مهندس نظافة، وإحنا نتحسوا ما نتحسوش بالطبيب، ونتحسوا بالعامل النظافة. أشكر أولا مؤسسة العمومية إيكوسات على هذه المبادرة اللي هي تكريم عمال النظافة أو مهندسي النظافة في اليوم العالمي للعمال المصادف لأول ماي. نشكر كل الجنود الخفية اللي ساهمت في هذا المناسبة بإحياء هذه التظاهرة. إحنا عمال النظافة أو مهندسي النظافة نقول لهم عندكم تحية خاصة، إحنا كمديرية البيئة وقطاع البيئة نكنوا لهم كل الاحترام والإجلال والتقدير للمهام اللي هم يقدموا فيه في إطار الحفاظ على البيئة، وفي إطار حماية صحة المواطن عن طريق محاربة التلوث. مديرة، كاين صعوبات كبيرة تواجه عمال النظافة في تأدية المهام، ما هو دور مديرية البيئة في هذا الشيء؟ والله كما كنت نقول مقبلة، احنا كقطاع بيئة وكمديرية رانا في جهاد مستمر معاهم،
الدور تاعنا انه رانا ندورو في عمليه تحسيسيه للمواطنين باش ما يرموش النفايات ويارقوا لنا عمال النظافه ويتعبوا. رانا في عمل ميداني مستمر تاع مراقبه رمي النفايات، رانا نطبقوا القوانين اللي شرحها المشرع الجزائري على المخالفين اللي هم يرمون النفايات في الاماكن الغير مخصصه لها بالطريقه العشوائيه. احنا الدور تاعنا هو دور مهم ودور كبير، راه عمل مستمر، عمل تحسيسي، عمل ميداني، عمل مراقبه، عمل تطبيق القانون. المشاكل تاعهم كلها رانا نتكفلوا بها ورانا في مواصله بالتكفل بها. نقول للعمال النظافه انه مديريه البيئه البيبان تاعها مفتوحين، كل ما يأرقهم ويصعب عليهم او احنا نتبعوه ونسهلوا عليهم باذن الله، سهلوا لهم المهام تاعهم.